سكر والاتصال تنشف. ولا تستعبطش، ده عيالك. ايوه اهدى كده بالراحة، شم براحتك بس ما تضربش. شوف سكر ما شاء الله ضخم ازاي، ده بالنسبة له ولا حاجة يعني. اوعى تضرب. ايوه كده اهدى. ايوه معلش يا حبيبي معلش، بس تعرف عليه تاني كده نجرب وقت متعود عليك. ماشي حلو، ده رقم واحد. شوف الباقي ايه، رجعت في كلامك؟ انت بتشم ايه؟ روح 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 هنا. انت عايز ايه؟ خلاص بقى خلاص. طيب انت طيب اهو، يلا سلام. شوف اللي بعده. سوكا مش هيعملك حاجة، متخافش. انت عايز ايه؟ متخافش متخافش متخافش. سوكا طبعا بنت وهو ولد، ده من فصيلتك يعني، المفروض يعني تقفي في صفه. ايه ده اللي حصل؟ وعشان صغير برضه يعني. ايه انت عايز ايه يا بنت؟ لما يكبر ده هيبقى جوزك، ما انت بلدي مش هتلاقي حد يتجوزك. سوري يا جماعة الإضاءة وحشة شوية. ايه مالك؟ ماشي كويس، عدت الباقي سهل ان شاء الله. فضل روميو وفضل رومي وفضل سكار الغلبان عادي. يلا عم يبسط يا عم، وافقوا بيك اهو، وافقوا بيك. ايه رجعت في كلامك؟ سبحان الله، ده ما عملتش كده لما كان بيتعرف على سكر اللي هو اكبر منه حجما يعني، كانت لسه صغيرة خالص. شايفين ما شاء الله بيتعامل ازاي؟ دي سوكة يا جماعة اللي كانت جاية معضمة خالص. ايوه هو ساكت يعني ما بيتكلمش. لا مراتي بقى المستقبلية استحملها شوية. خلاص يعني الموضوع عدى. ايه مالك؟ خلاص الحمد لله يعني. طيب تمام تمام خلاص 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 خلاص. روميو دي غلبانة برضه. يلا اوكي. ها
عايزة ايه؟ مش بصوا ازاي؟ ولا همه. طب وانت مش عايزة تقولي حاجة؟ يلا يلا عشان بنتوا كملتوا كده يا عيني. انت باصص؟ والله انت عسل. بقول لك ايه رأيك فيه؟ ايه رأيك فيه؟ شوفوا كده غلبان. ها غلبان، يلا قولي رأيك فيه. خليه زي ابنك كده. لا لا، هو ده غلبان اصلا، سكار غلبان. ها جبت له حد عنده، اوعى تضربه. يلا استنى بس، يعني ده غلبان مش بيهرب منه يا عيني. خلاص 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 خلاص، والله طلع غلبان جدا، عسل عسل عسل. بيهرب منك، يلا بيهرب منك، يهرب منك انت روميو الجميل. عسلات امرت. حبيبي روميو، عسول انت. انت بتوسخ نفسك كده، طب انت هتنام معايا ازاي بقى؟ خليك معاهم بقى خلاص.